الحوار وإجادة المناظرات من أبرز مجالات التنمية وتطوير الذات، وخصوصا ضمن إعداد القيادات الشبابية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي يزن أبو حسن، وهو حائز على جوائز في مجال المناظرات الشبابية. أهلا فيك يزن. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني إحنا مبسوطين وسعيدين جدا أنه بيناتنا اليوم وجود مثقف من أحد مثقفينا بالأردن، وبالتحديد من فئة الشباب، لأنه نحن كثير من فاخر الدنيا كلها بشبابنا لليوم. ولكن كثير ناس بيسمعوا كلمة مناظرات مناظرات بس ما بيعرفوا شو يعني مناظرة، وبيسمعوا كلمة تنظير فبتلاقيهم بيقول شو يعني مناظرة شو يعني تنظير. فبدنا نحدد يعني للناس ونعرفهم بمفهوم المناظرة. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا أسعد بتواجدي معكم هون. المناظرة هي شكل من أشكال الخطاب العام، وهي عبارة عن مواجهة بلاغية بين فريقين معينين حول قضية معينة. المناظرة، قضية المناظرة اللي بتدور حولها بتكون على شكل جملة خبرية قابلة للموالاة والمعارضة بنفس الوقت. في عندنا مقولة للمناظرة، في فريق مؤيد في فريق معارض، كلا الفريقين بحاول يثبت حججه ويعرض حججه ويفند حجج الفريق الخصم ليثبت للجمهور وللجنة التحكيم صحة موقفه من المقولة. وغالبا ما بتنتهي المناظرة بتصويت الجمهور وتقييم لجنة التحكيم. ها يعني بيكون في لجنة تحكيم وبيكون في جمهور، فهما يعني الأشخاص اللي بجوز بيعطوا نتيجة لأي فريق بيكون أقوى. بالضبط. بس تحدثت يعني تفصيلة من التفاصيل المناظرة إنه هي بتكون يعني كل حدا بيعطي رأيه أو بيعطي حججه، فبتكون مستندة لمعلومات ولحقائق ودراسات، ولا هي فعليا بناء على قراءته وثقافته؟ أكيد يجب أن تستند حجج كلا الفريقين لمصادر موثوقة وحقائق علمية. يعني ما بصير أقول مثلا وجهة نظري عدم أخذ، يعني من أنت اللي تبدي وجهة نظرك يعني خلال المناظرة بشهدها مثلا ناس ثقافات معروفة ناس شخصيات، فلازم تكون مستندة على وثائق موثوقة حقائق موثوقة ودلائل علمية. طب يزن خلينا نحكي إيش أهمية إجادة المناظرات للحوار المثمر؟ لا يخفى على أحد أنه المناظرة بتهدف إلى تعزيز لغة الحوار واحترام وتقبل الرأي والرأي الآخر بكل صدر رحب. فالمحاججة اللي بتصير بين الفريقين المتناظرين أو بين الفريقين المتحاورين تقوم على دلائل علمية وحقائق موثوقة. أنا لما أجي أعرض حجتي بعرضها بكامل أركانها، بعرضها بادعائها بتفسيرها بمساندتها بدليلها، فهذا من شأنه إجبار الفريق الخصم أنه يستمع لإلي لحتى أكمل كامل خطابي. وبالتالي الفريق الخصم إذا اقتنع بحجتي هي اقتنع، ما اقتنع بقدر يقوم ويفند حجتي ويضعفها بما يوافق العقل والمنطق. فالمناظرة تعزز ثقافة احترام الاختلاف والتباين في الآراء، احترام الآخر، وقد ايه بيكون في حوار مثمر. قد ايه هذا كمان حسيت انعكس على حياتك كشخص يعني بخارج المناظرات؟ صراحة يعني جدا انعكس على حياتي إيجابا. يعني المناظرة زادت كمية المخزون المعرفي والكم الهائل من المعلومات المواضيع اللي ناظرنا عليها، بالإضافة لزيادة الثقة بالنفس وتحسين القدرة على التحدث أمام الجمهور، وأيضا التواصل مع الآخرين والتعامل مع الآخرين. لأنه احنا بنشوف هلا أغلب مشاكلنا القائمة بمجتمعاتنا اللي هي أنه عدم القدرة على التواصل مع الآخر بالأسلوب المناسب. فبنشوف أنه يعني مثل هيك نوع من المناظرات، يعني بغض النظر شو كان موضوعها، لأنه المناظرة بتختلف، ممكن تكون بموضوع ثقافي أدبي، ممكن تكون بسياسة، ممكن تكون بموضوع اقتصادي. فأديه بتعزز يعني هذا الجانب اللي بنستخدمه نحن وبنتمنى أنه ناخده بالحياة، أنه هو كيف نتعامل مع الآخر. فهذا جدا مهم. هلأ في يعني من جزء يعني بدنا نحكي من 10 سنين وطالع، انتشرت بين الشباب بشكل كتير كبير. يعني نحن كطلاب جامعات كنا نشوف انه يدعو الطلاب انه في مناظرة، اللي بيحب انه يشارك بهذه المناظرة او يكون من الحضور. فأدي يعني هذا الاشي ساعد الشباب ايضا في الجامعات على انهم يرتقوا. احد اهم الاسباب الرئيسية اللي ساعدت على انتشار ثقافة المناظرة بين الشباب الاردني هو زيادة وعيهم وثقافتهم بالقضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمس الوطن والمواطن وبالذات الفئة الشبابية، وإدراكهم بأهمية وجود وسيلة حضارية لإبداء آرائهم. فكانت المناظرة هي الوسيلة لاحتضان آراء الشباب والوسيلة الحضارية التي تمكنهم من طرح وجهات نظرهم إضافة إلى أهمية المناظرة في زيادة المخزون المعرفي وتحسين القدرة على التحدث أمام الجمهور والكم الهائل من المعلومات حول القضايا اللي بدور حولها المناظرة. طب يزن برأيك مين هو المناظر الجيد؟
أنا يزن أبو حسن. المناظر الجيد هو من يتمتع بالضروريات الثلاث المطلوبة من أي متناظر، اللي هن السرعة البديهة والتقيد بالوقت والخطابة. تكمن قوة المناظر في سرعته البديهة بتفنيد حجة الفريق الخصم. أثناء المناظرة أنا بسمع حجي لأول مرة، فهون حنكتي وشطارتي بتيجي إني كيف أفند حجة أنا لأول مرة قاعد بسمعها. حتى لو كان إنه يعني بيحتاج إنه تفنيدك لهذه الحجة بيحتاج لوقت أكثر، نظرا لأنه في تفصيلات وجزئيات كتير كبيرة بهذا الموضوع. بالضبط. هون بتيجي شطارة المناظر إنه كيف بده فند حجة أول مرة قاعد بسمع فيها. بتقول في سرعة محددة، في وقت معين بتقول. بالضبط. الوقت المحدد إنه لكل مناظر مطلوب منه وقت محدد، مثلاً مطلوب خطابي مدته 4 دقائق لازم أبدأ بالثانية الأولى من الدقيقة الأولى وأنهي بالثانية الأخيرة من الدقيقة الرابعة. هاي بالنسبة للتقييد بالوقت. الخطابة جداً مهمة وفن الإلقاء اللي لازم يتمتع فيه أي مناظر، من حيث استخدامه للبدي لانجوج، لغة الجسد، نبرات الصوت، الوقفات، توزيع النظرات على الجمهور ولجنة التحكيم. طب إذن أنت حققت عدة إنجازات وكان آخرها الفوز ببطولة مناظرات صوت الشباب مع فريق شبابي في محافظة إربد، شو الإشي اللي ساعدك تفوز بهالكم الهائل من الجوائز؟ الحمد لله أنا حاصل على درع أفضل مناظر في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، فائز في بطولة مناظرات جامعة اليرموك، وأخيرا حاصل على المركز الأول على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية في بطولة مناظرات صوت الشباب الأردني ضمن فريق إربد للمناظرات. بداية الفضل لله ثم لزملائي في فريق إربد للمناظرات. إحنا بس نعمل على تحضير للمناظرة، بنعمل بروح الفريق الواحد. أنا بس أحكي فوزي فوز من فوز الفريق، وعدم فوزي ما راح أحكي خسارتي لأنه ما في خسارة بالمناظرة. طبعاً بالعكس عدم أنت اكتسبت ثقافة. بالضبط. واكتسبت أنه أنت عمقت من خبراتك بموضوع المناظرة اللي بيكون مطروح. بالعكس. بالضبط. أنا بشوف أنه ما حدا بيطلع خسران. بالضبط. ما في خسارة بالمناظرة. بالإضافة لانضمامي للأفرقة المختصة في مجال المناظرات وعلى رأسها فريق صدى الحوار، خلينا نقول هاي الوسائل المباشرة في مجال المناظرة. في وسائل غير مباشرة مثلا الانضمام للهيئات الشبابية مثل هيئة شباب كوريا الأردن، الانضمام للأفرقة التطوعية مثل فريق ربط التطوعي التابع لمؤسسة الاسترداد لتنمية المجتمع المدني. بحب أوجه تحية كبيرة لفريق ربط الذي يهتم بقضايا الشباب وتنمية الذات لديهم وصقل شخصياتهم، وبالمناسبة هو حاصل مؤخرا كأفضل المبادرات التطوعية على مستوى الوطن العربي. يعني ذكرت انه هذه الجوائز اللي اخذتها من ضمن محافظه اربد، قد ايه مهم إربد. يعني حتى احنا بنشوف احنا اغلب الابداعات بتنطلق من الشمال إربد. او بنشوف حتى بالجنوب. صراحه كل فخر كل اعتزاز اني مناظر من فريق مناظره اربد، يعني كميه الفخر والاعتزاز اللي جواتي بفريق اربد وبمحافظه اربد يعني لا توصف ولا تقدر. صح. طب يزن سؤالي لك، يعني من ضمن المناظرات اللي يعني بتقيموها وبتقيموا مناظره من اجلها، يعني هل تمام. في مواضيع سياسيه من ضمن مجتمعنا، مواضيع اجتماعية من ضمن مجتمعنا، ولا هي مواضيع يعني فكرية أو ثقافية؟ لا هي أغلبها مواضيع سياسية اقتصادية اجتماعية. مثلا أفضل مناظرة أنا نظرت عليها وبصراحة استمتعت فيها جدا هي كانت عن موضوع رفع الدعم عن الخبز، كانت نهائي بطولة مناظرات كلية الاقتصاد قبل ما يرفعوا الدعم عن الخبز بأسبوع، وكانت القضية منتشرة بين المجتمع وفي بين مؤيد ما بين معارض لهذه القضية، فكانت يعني نهائي بطولة وكانت يعني إشي كثير كويس تطلع أنت كشاب أردني تبدي وجهة نظر كمعارض او مؤيد لرفع الدعم على الخبز. وانا اكيد كنت معارض لرفع الدعم على الخبز ودائما مؤيد لاي شيء بخص المواطن والوطن. بدنا نتناظر انا وياك الان على الهواء مباشره باعتصام الرابع. هلا من اكيد هلا اغلب الفئات المشاركه بالاعتصامات تمام. وايضا بالوقفات الثوريه سواء كانت على مواقع التواصل الاجتماعي او كانت على ارض الواقع هم الشباب. اليوم بدنا منك نصيحه لكل الشباب اللي للاسف عم بنشوفهم عم يتكلموا ولكن هو كلام بنحكي اجوف فارغ ما في مضمون، عم بيرفعوا شعارات. يعني انا بدي من خلالك لانك انت شاب بجوز احيانا الشاب بيوصل الرساله بشكل اكبر، بدنا نصيحه لكل الشباب يعني من ناحيه انه قد ايه هلا نحن عم نتراجع، ما عم بيقراوا ما عم بيثقفوا ما عم بيكونوا واعيين، حتى ما بدنا نكون مثقفين بارسطو وافلاطون وهيك، لا نحن بدنا يكونوا مثقفين بحياتهم بهمومهم. صح. بمشاكلهم. صح. فيعني بدنا نحكي اكثر يعني هيك نصائح للشباب من خلالك. أنصح يعني بضرورة الانخراط بالأعمال الشبابية والأعمال التطوعية
والأفرقة اللي بتختص في مجال المناظرات الهادفة إلى تعزيز لغة الحوار واحترام وتقبل الرأي الآخر، وعلى رأسها فريق صدى الحوار كما ذكرت. وبنصح كمان إنه يعني تستغل فترة الحياة الجامعية، كونه أغلب المجتمع الأردني مجتمع شبابي فتي ومعظمه في طلبة الجامعة، لا يكتفي إنه يفوت على الجامعة ويخرج بالكرتونة الشهادة لحالها، لازم يفوت على أفرقة تطوعية، لازم ينخرط بالأعمال الشبابية. وختاما يعني بضم نصيحتي لنصيحة جلالة الملك للشباب انهم يرفعوا صوتهم ويبدوا آرائهم بزيادة الوعي لديهم، لان العقل الواعي هو من يحترم الفكرة حتى لو لم يؤمن بها. بالضبط، انه يرفعوا وعيهم، هاي هي اللي نحن بننادي فيها، انه يكون في وعي عند كل شبابنا اليوم، لحتى انه لما بدك تكون انت صاحب مبدا بدك انت تفند هذا المبدا امام الاخرين، انه انا بدافع عن مبدا الى اخر لحظه وعن حقي الى اخر لحظه. صح. بس انا بكون مستند، بكون في شيء ساندني لحتى انه مش اي انسان بيقدر يطيح فيها. انا بدي اشكرك يا زان، سعيده فيك والف مبروك على الجوائز اللي حصلتها ومزيد من الجوائز، بتمثلنا خير تمثيل خارج الاردن. شكرا يا زان. شكرا جزيلا.